السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض كيكة الخشخاش او الكيكة التركية، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحضرها هو السيرو اللي غادي نسقيو به هذه الكيكة. عندنا هنايا جوج ديال الكؤوس نتاع الماء، انا عبرت هنايا بالكأس العنبة، وعندي كأس ونصف نتاع السكر. انا نقصت السكر البنات، فالكيكة غتكون فيها السكر، ونزيدو نسقيوها بالسيرو غيكون حلو بزاف. فنقصت، اللي بغى يدير جوج ديال الكؤوس تقدروا ديروا جوج ديال الكؤوس عوض كأس ونصف. وعندي هنايا الحامض، جوج ديال الكؤوس نتاع الماء، وكأس ونصف نتاع السكر. نضيف عصير نتاع الحامض، اللي ما بغاش ينسم هاد السيرو هذا بعصير الحامض تقدروا تعوضوه بسكر فاني او الفانيلا السائله. انا غادي نزيد نضيف هاد الكونش هذا ديال الحامض، وغادي نوضعها فوق النار مين يبدي يغلي، نحسب 10 دقائق ونحيدو باش يكون واجد باش نسقيو به الكيكة. البنات لازم الكيكة تكون سخونة وهذا السيرو هذا يكون بارد، او للعكس. هذا هو السيرو من بعد ما وجد، غادي نخليوه على جنب يبرد، وغادي نمرو باش غادي نحضرو الكيكة. بالنسبة للمقادير نتاع الكيكة، غادي نحتاجو 4 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. بالنسبة للحجم ديال البيض، انا عندي هنايا البيض متوسط الحجم، اللي عندها البيض كبير تقدر تستعمل غير 3. عندي كاس قلربع نتاع السكر او كاس غير ممتلي، ودائما العبار بكاس العنبة، كاس نتاع الحليب، كاس قلربع نتاع الزيت. عندي هنايا كاس نتاع السميدة الرقيقة، سميد المتوسط، وعندي كأس ونصف نتاع الدقيق. هاد نصف كأس البنات فضيفوه شويه بشويه حتى نتحصلوا على القوام تاع الكيك اللي حنا باغيينو. عندي هنايا نصف كأس نتاع بذور الخشخاش او البافو، كيكونوا على هاد الشكل البنات، كنستعملوهم في الخبز. فهادو هما بذور الخشخاش، انا كنشريهم عند المحلات نتاع العرب او محلات نتاع التواركه. عندي واحد ساشي نتاع سكر فاني، و16 غرام الخميره الكيميائيه، وعندي هنايا واحد معلقه كبيره نتاع الخل. نمروا للطريقه نتاع التحضير. ناخذ واحد الاناء نوضعوا فيه البيض، نضيفوا له السكر، نضيف سكر فاني، قليل من الملح لتصحيح الذوق البنات، نسيت باش نذكرها في المقادير. وغادي نضرب هذا الخليط حتى يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما تضاعف حجم البيض، غادي نضيفو الزيت شويه بشويه، نقصو درجه سرعه الضراب، وغادي نضيفو الحليب، نقصو درجه الضراب باش ما يهبطناش القوام ديال البيض. غادي نضيف البافو. ففي هذه المرحله البنات ماشي ضروري الدراب الكهربائي، غير الدراب اليدوي. نضيفو السميد المتوسط، وغادي نحرك بالخلاط اليدوي، ونضيف ثاني الدقيق، نضيف معاه الخميره الكيميائيه. هذا الكاس الاول فانا ضفته مباشره، اما بالنسبه للكاس الثاني فانا غادي نضيفه شويه بشويه حتى نتحصل على القوام المطلوب. وفي الاخير غادي نضيفو معلقه كبيره ديال الخل،
هذا هو القوام اللي خص يكون عليه الكيك، كيكون بهذا الشكل، كيكون خفيف ما يكونش ثقيل. انا هنا خديت هذا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميده وفرغت فيه الخليط. فهاد الاثناء انايا كنت مشعله الفران من قبل، كل وحده كتعرف درجه الحراره اللي يطيب عليها الكيك. غادي ندخلها يطيب ومن بعد نتلاقى معكم. هذا هو الكيك من بعد ما خرجته من الفرن، كيكون على هذا الشكل، يجي هشيش. غادي نمرو باش غادي نسقيوه. هنايا خديت هذاك السيرو من بعد ما برد وضعته في هذه القنينه. غادي ناخذ واحد الشوكه وغادي نحاول انني نثقب هذا الكيك كله بهذا الشكل. هنا كنت كنوريكم ان الكيك كيكون هشيش. كما قلت لكم البنات، فضروري الكيكه تكون سخونه وهاد السيرو خصو يكون بارد او لا العكس. شحال ما سقيتوها البنات شحال ما كتجي هشيشه. غادي نخليوها تبرد، وفي هاد الاثناء اللي كتكون الكيكه فيها تبرد غادي نمرو باش نحضروا الكريمه اللي غادي نوضعوها فوق الكيك. بالنسبه للكريمه نحتاجو 250 غرام ديال الماسكاربون، 3 د المعالق كبار او 4 ديال السكر كلاصي، وعندي 400 مليلتر نتاع الكريمه السائله. غادي نوضعو في واحد الاناء الماسكاربون، نضيفو له سكر فاني او اي نكهه تفضلوها، ضفت له السكر كلاصي وغادي نضرب الماسكاربون مع السكر حتى يصبح عندنا بهذا الشكل. غادي نضيفو له الكريمه السائله، خاصها تكون بارده، وغادي نضرب هاد الخليط هذا. حتى يرجع القوام ديالو بهذا الشكل. فمن كيتشكل عندنا هاد منقار تاع العصفور فنعرفوا ان الكريمه راها واجده. بالنسبه للماسكاربون البنات فماشي ضروري، تقدروا تستغناو عليه. خديت الكريمه وضعتها فوق الكيك بهذا الشكل وحاولت انني نسرحها. غادي نحاول انني نزينها من الفوق بخطوط بهذا الشكل. تقدروا تاخذوا غير الفرشيط وتحاولوا تشكلوا خطوط. بالنسبه للتزيين البنات تزيين اختياري، كل واحد يزين داكشي اللي كيبغي. قطعت الكيكه بهذا الشكل وغادي نزينها بالقليل من بذور الخشخاش او البابو بهذا الشكل. فوق كل قطعه غادي نوضع القليل، كما تقدروا تعوضوا البافو باللوز او لا البيستاج. البنات كانت هذه هي كيكه الخشخاش التركيه من بعد ما زيناها، كتجي على هذا الشكل. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير. غادي نمروا باش نقطع واحد القطعه باش نشوفوها كيفاش كيجي المذاق والمنظر ديالها من الداخل. كان هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما قطعته. الصراحه كيجي الشكل ديالو رائع وحتى في المذاق. نتمنى انكم تجربوا هنا الاعجاب ديالكم وتعطوني الراي ديالكم في التعليقات. فتقدروا تستعملوا حتى مول اللي يكون القطر ديالو اكبر من هذا، وبالتالي تقدروا توضعوا الكريمه كلها، لانني انا ما وضعتش كميه ديال الكريمه كامله فبقات لي الكريمه. شوفوا كيفاش كيكون القوام ديالو من الداخل، كيكون هشيش. وبالنسبه لهاد الكيكه البنات شحال ما سقيناه شحال ما كيجي لذيذ. البنات وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان هاد الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الكيكه وتعطيونا الراي ديالكم في التعليقات. ما عليا نقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.